افتتاح حملة التوعية على مكافحة سرطان الثدي، ونحن أكثر تفاؤلاً وثقة بالنتائج المرجوة التي حققتها حملات السنوات المنصرمة، حيث ازداد إقبال النساء وخصوصاً اللواتي تجاوزن سن 40 على إجراء الفحص الشعاعي للثدي. يسعدني أن نتشارك مجدداً لإطلاق الحملة الوطنية للاكتشاف المبكر عن سرطان الثدي. أهلاً وسهلاً بكم في الجامعة الأمريكية في بيروت في هذا اليوم المميز والذي سيتم فيه إطلاق الحملة الوطنية للتوعية حول سرطان الثدي لعام 2013. وبفضل حملات التوعية والكشف المبكر التي نقوم بها منذ أكثر من 12 عاماً، يتم تشخيص معظمها بمراحل مبكرة قابلة للشفاء التام.